تم اختيارها سفيرة لذوي الاحتياجات الخاصة ببغداد، وكانت لها مجموعة نشاطات هناك. أطلقت حملة من حقنا نعيش من أجل رفع الغبن والظلم اللي تتعرض له هذه الفئة، وسبق أنه إحنا بالظهيرة عرضنا قصتها في حلقة سابقة. آر بي معنا اليوم، هي ضيفة على الهاتف من هولندا. هي ناشطة إنسانية مغامرة وكاتبة مبتدئة كما تقول، وتطمح لتغيير حياة هذه الفئة في العراق تحديداً. آر بي، نعم، أهلا وسهلا بيك في الظهيرة. أهلا وسهلا بكم، وشكرا على الاستضافة. وبس أحب أبارك للضيوف المهندس المعماري وأبطال كمال الأجسام، فخر للعراقيين أكيد، هذا شيء كل شيء يسعدني. حبيبتي شكرا جزيلا بالنيابة عنهم. ار بي، قبل فترة كنا احنا يعني حضرتك انت ببغداد، واحنا كنا متواجدين بكاميرتنا ومراسلينا، وكانت هناك تغطية للفعاليات والنشاطات اللي قمتي بها ببغداد. حابة بالبداية اقول لك مبروك، لانه انت حصلتي ايضا على لقب سفيرة لذوي الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا انا ما احب كلمة إعاقة، ويا ريت تتبدل بغير شيء، يعني بالامارات يسموهم اصحاب الهمم، فلقونا هيجي تسميه تسعدهم وايضا منشير لهم، يعني لا هم يزعلون ولا احد يزعل. فار بي، نتحدث بالبدايه عن هذا اللقب. نعم. شكرا، الله يبارك فيك. ومثل ما قلتي ان شاء الله يتغير الاسم رسميا لذوي الهمم. نعم. لكن لحد الان الاسم ما متغير، ولهذا نصر انه نقول ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. بس ان شاء الله هاي تكون احد الحملات المهمه. ضروري. بالنسبه للقب. نعم. اجت لي دعوه من تجمع المعاقين للمشاركه في مهرجان اليوم العالمي لذوي الاعاقه في بغداد. نعم. وأكيد حضرت المهرجان حتى أكون بين أهلي وناسي وأدعم هاي الفئة. نعم. وشاركت وحدثت عن كيف تحديت المرض وحتى يكون حافز للآخرين. وبعد مشاركتي تم اختياري سفيرة لذوي الإعاقة، كانت مفاجأة جدا جميلة. نعم. جدا فرحت بالثقة اللي منحوها إلي، بنفس الوقت مسؤولية جدا كبيرة. نعم. لكن اللقب جدا مهم حتى أقدر أطالب باسم هاي الشريحة بشكل رسمي، ولو أني باللقب أو بدون لقب، رسالتي هي أدعم هاي الشريحة. نعم. لكن مثل ما ذكرت أهمية اللقب أيضا جدا مهم. نعم، يعني هو مو بس اسم، وإنما راح يحملك مسؤولية انه هذه القضيه توصليها الى جهات عديده، ويمكن ايضا هذا اللقب راح يوفر لك فرصه انه توفرين كل اللي تريديه لهذه الفئه في العراق. لانه انا اتصور بالتقرير السابق كان هناك توزيع لبعض الاجهزه اللي تساعدهم. نعم بالضبط. مثل ما قلت اللقب يلعب دور كثير مهم، واني قبل ما احصل هذا اللقب اني ادعم هاي الشريحه، وتم توزيع اجهزه خاصه وفرتها من هولندا. نعم. الى بغداد طبعا بدعم الاستاذ نصير شمه. فهذا الاجهزه كان جدا مهم توفيره، لانه غير متوفر في العراق. نعم. وبالاخص في بغداد. يساعد ذوي الاحتياجات الخاصه في الحركه والتنقل، وايضا في حملتي الثانية في تواجدي الثاني وفرت أجهزة كرسي كهربائي. نعم. لشخص من أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. طيب آر بي، أنت رحتي لبغداد واطلعتي على أحوال هذه الفئة، يعني أكيد هناك نقص بالأجهزة، كيف شفتي الاهتمام؟ كيف شفتي نظرة المجتمع لهم؟ شنو أكثر شيء يؤذي هذه الشريحة؟ نعم، السؤال كلش مهم. طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون كثير. نعم. وعندهم كثير متطلبات، لان هم مهمشين معرضين لاهمال افتقار خدمات، بالاضافة الى المعاناة النفسية اللي يعيشوها من خلال نظرة المجتمع. نعم. طبعا اول شيء راح اتكلم عن اهم الخدمات اللي لازم نسلط الضوء عليها ونوفرها، مثل لوازمهم، كراسي متحركة، عجلات. نعم. مثل مركز تأهيل، مطاعم في مستشفيات. وأيضا لازم ننشر الوعي والثقافة، لأن جدا
مقلة في الوعي والثقافة في التعامل مع هاي الشريحة. نعم. فأكيد هاي الأمور كلش مهمة وأني دا أعمل عليها ودا أسلط الضوء عليها. إن شاء الله إن شاء الله. طيب حملتش من حقنا نعيش. نعم. هل الكل يتابعوك أربي في هذه الحملة هم من نفس الفئة أم في شخصيات عامة، في ناس يعني بقية الشرح مهتمة بالموضوع؟ الصراحة هي الحملة تخص ذوي الاحتياجات خاصة. نعم. هي يعني انطلقت من رحم المعاناة. نعم. لأنه ذوي الاحتياجات خاصة إنسان ومن حقه أن يعيش عيشة كريمة. نعم. أكيد ذوي الاحتياجات الخاصة جدا معي في هاي الحملة، لكن بالإضافة إلى شخصيات عامة، شخصيات مشاهير في مختلف الوطن العربي. نعم. ساندوني في هاي الحملة لأن مثل ما ذكرت جدا مهمة أنه هذا الإنسان من حقه أن يعيش. احنا ماخذين نظرة جدا خاطئة على ذوي الاحتياجات الخاصة مثل ما ذكرت. اعطينا أربي مثل، أربي اعطينا مثل، لان اني زرت حسابك على الانستغرام، كنتي خاله صوره، فده تقولين انه يعني من هاي الفئه ما لهم حق انه يصورون، الناس تتمسخر عليهم، يسوون سناب الناس تتمسخر عليهم. نعم. يعني كانه ما لهم ايضا حق انه يعني يبينون نفسهم على وسائل او منصات التواصل الاجتماعي، لانه راح يتعرضون لانتقاد. بالضبط. طبعا انا هذا البوست نزلته بسبب كميه التنمر اللي يعاني منها ذوي الاحتياجات خاصه، وكانه اذا سوى شيء ما مسموح او هو حرام يسوي او ما اعرف شنو هاي الفكره. مثل راح اعطيش مثل يمكن. نعم. الناس تستخدمها بطريقه ما يتقصدوها. مثلا اذا عندك شخص تريدين تحفزيه تقولي له دفع هذا المعوق وكمل مدرسه، انت ايش بيك؟ يعني كلش تجرع يعني. طبعا طبعا. معوق وكمل مدرسة، دفع هذا المعوقة ومهتمة بنفسها، انت ايش فيك؟ مثلا امي مثلا بنتها تهتمي بنفسك، دفعي هاي معوقة مرتبة ولابسة. نعم. يعني تتكلمين عليه يعني انت ما تتجرحين، انت تجرحين. ترى هو انسان، مثل ارجع انسان ومن حقه ان يعيش. شنو نعم. الشيء اللي سواه؟ صح. انت تستهزئين يعني تتهمين عليه. أنا وياك إحنا هي ما ننكرها موجودة، موجودة ودائما تأتي المقارنة حتى لو كانت بقصد حسن، ولكن دائما نشوف هذا. يعني نحاول إنه آر بي وغيرها والكل حتى في الإعلام إنه نصلح من هذا الأمر قدر الإمكان. رسالتك مهمة عزيزتي آر بي، فنتمنى إنه تستمري وتحققين الأهداف المرجوة منها. شكرا جزيلا اليوم على وجودك ويانا كضيفة على الهاتف من هولندا. شكرا شكرا على الاستضافة. شكرا رقية، أشكركم وأبقي على هاي الروح الحلوة، وإن شاء الله كل شيء يتحقق. آمين إن شاء الله إن شاء الله. طبعا صار موضوع قبل فترة أيضا عن هذه الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقلت كلمة لكن للأسف يمكن ما يعني ما حد التقطها، انه اليوم كررتها مع لقائي مع ار بي هذه الناشطه الانسانيه. نتمنى لها كل الخير. انه يجب علينا تغيير هذه التسميه للجهات المعنيه الرسميه، عليكم تغيرون من ذوي الاحتياجات الخاصه الى اسم يليق بهم، اسم حتى من واحد يشير لهم بالفعل لا يجرحهم ولا يمس كرامتهم ولا فيها اي نوع من هذا النبذ الاجتماعي. انا اعطيت الامارات كمثل، هنا يسموهم اصحاب الهمم، فاتصور القاموس العربي بكثير من الكلمات ومن الالقاب اللي تليق بهذه الفئه حتى نحفظ لهم عيش كريم ونحفظ لهم كل الاحترام في مجتمعنا.